السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة إيمان ريفيو، قناة لنشر ملخصات الكتب وروايات. دائما ما يسألني أصدقائي لماذا أرشح لهم فقط روايات الرعب والجريمة والخيال، وكوني فتاة يتوقعون مني دائما أن أرشح لهم فقط الروايات الرومانسية. دائما ما يكون جوابي على أن الروايات الرومانسية من وجهة نظري أنها مملة ورتيبة ودائما نفس الأحداث. هذا لأنني نسيت أنني قرأت قبل 10 سنوات واحدة من أجمل روايات رومانسية في العالم، واليوم بمناسبة 14 فبراير أقدم لكم أجمل رواية رومانسية في العالم، رواية الشاعر لمصطفى لطفي المنفلوطي. والآن أترككم مع نبذة عن حياة الكاتب إدموند روستان، الكاتب الأصلي لرواية الشاعر سيرانو دي بورجاك. هو روائي ومسرحي، ولد بمارسيليا عام 1868 وتوفي بباريس عام 1918 متأثرا بوباء الإنفلونزا الإسبانية الذي كان منتشرا آنذاك. ألف مسرحية سيرانو دي بورجاك لتعرض أول مرة على خشبة المسرح سنة 1897 وهو في 29 من عمره، وقد لاقت نجاحا باهرا وترجمت إلى الإنجليزية والألمانية. انتخب عضوا في الأكاديمية الفرنسية سنة 1901. من أشهر أعماله النسر الصغير، شانكلير، الخشب المقدس، أمسية في هرناني، آخر ليلة للدون خوان. ترجمت الرواية إلى العربية من طرف مصطفى لطفي المنفلوطي سنة 1921، وأضفى عليها الكثير بأسلوبه الفذ المنفرد حتى سجلها ضمن الأعمال الأدبية الخالدة في التاريخ العربي المعاصر. ومصطفى لطفي المنفلوطي أديب وشاعر مصري نابغ في الإنشاء والأدب، انفرد بأسلوب نقي في مقالاته، له شعر جيد فيه رقة، قام بالكثير من الترجمة والاقتباس من بعض روايات الأدب الفرنسي الشهيرة بأسلوب فذ أدبي وصياغة عربية في غاية الروعة. لم يحظ بإجادة اللغة الفرنسية، لذلك استعان بأصحابه الذين كانوا يترجمون له الروايات، ومن ثم يقوم هو بصياغتها وصقلها في قالب أدبي. كتاباه النظرات والعبرات يعتبران من أبلغ ما كتب في العصر الحديث. من أهم مؤلفاته رواية في سبيل التاج، ترجمها المنفلوطي من اللغة الفرنسية وتصرف بها، وهي أساساً مأساة شعرية تمثيلية كتبها فرانسوا كوبيي أحد أدباء القرن 19. ورواية بول وفيرجيني صاغها المنفلوطي بعد ترجمته لها من اللغة الفرنسية وجعلها بعنوان الفضيلة، وتسرد هذه القصة عدة أحداث لعل من أهمها الحب العذري. ورواية تحت ظلال الزيزفون صاغها المنفلوطي بعد أن ترجمها من اللغة الفرنسية وجعلها بعنوان مجدولين، وهي للكاتب الفرنسي ألفونسو كار. وثم رواية الشاعر موضوع الحلقة. يقال أن أحداث رواية مبنية على قصة واقعية حدثت في القرن 17 في فرنسا، وتحكي قصة الشاب سيرانو دي بورجاك، وهو شاعر وأديب فرنسي لامع وقع في حب ابنة عمه روكسان واستعبده حبها، إلا أنه لم يفاتحها في هذا الشأن أبدا خوفا من أن تستهزئ به، فهو دميم قبيح بسبب أنفه الكبير، وهي جميلة حسناء تستهوي القلوب وتستميل الأفئدة. تبدأ أحداث الرواية عندما تأتي وصيفة الآنسة روكسان إلى سيرانو لتخبره أن سيدتها تطلبه في أمر خاص، أمر خاص بينه وبينها، فيستطير فرحا ويظن أن ابنة عمه ما استدعته إلا لتعترف له بحبها، وأن أيام شقائه قد ولت إذا صدق حدسه واعتقاده. لكن في اليوم الموالي عندما يجتمع بها تعترف لها أنه واقعة في حب البارون كريستيان دينوفييت، وهو شاب وسيم وفد مؤخرا إلى باريس للالتحاق بالجيش. تبادل مع روكسان نظرات الحب في ملاعب المسرح، فنزل من قلبها منزلة لم ينزلها أحد قبله، وأنها تحتاج إلى معونة سيرانو لتتصل بالبارون وتسر له بكل ما يتأجج في صدرها من مشاعر تجاهه. تألم سيرانو كثيرا عند معرفة حقيقة مشاعر المرأة التي لطالما تمنى أن تكون له دون سواه، وأنها تحب رجلا غيره،
لكنه قطع على نفسه وعدا أن يعينها في مسعاها، خصوصا وأن كريستيان ينتمي لنفس الفرقة التي يقاتل تحت لوائها. أخبر سيران صديقه كريستيان بمشاعر روكسان تجاهه، فاختبط وابتهج ابتهاجا عظيما لأنه هو الآخر كان يضمر لها من الحب ما تضمره هي له أو يفوق ذلك كثيرا. لكنه حزن وتحسر في الوقت نفسه لأنه شاب بليد غبي لا يجيد أحاديث الحب والغزل، وقد عرف من أمر روكسان أنها شابة متهذبة بارعة الذكاء ومرهفة الحس، وأنه لا يرضيها من الرجل الذي تختاره رفيق دربها إلا الأحاديث الشعرية الرنانة التي تستهوي قلبها. لكن سيران اهتدى بفطنته ودهائه إلى حيلة ذكية، وهي أن يكتب الرسائل بيده ثم يرسلها إلى روكسان باسم كريستيان الذي أعجب بالفكرة وشكر سيران صنيعه. وهكذا كان يكتب سيران رسائل الحب والغرام إلى المرأة التي تمناها حبيبة له طيلة حياته باسم رجل غيره، فيجد في ذلك بعض العزاء والسلوى لنفسه. وكان كريستيان يتفادى اللقاء مع روكسان ويفر من وجهها كلما صادفها في طريقه حتى لا ينكشف أمره، حتى اقترح عليه سيران الزواج بها، وتم ذلك بعد برهة. تشتعل الحرب بين الفرنسيين والإسبان على الحدود، فتصاب كل الفرقة بالتعب والإنهاك لما نالها من ويلات الحرب، إلا أن هذا لم يمنع سيران من الكتابة إلى روكسان باسم زوجها، فكان يتجشم المخاطر ويتسلل ليلا ليبعث رسائله عبر البريد، وما هي إلا أيام قلائل حتى وصلت عربة محملة بالطعام إلى جيش الفرنسيين عبر الحدود تقودها روكسان. اندهش الجميع عندما رأوها، فأخبرتهم أنها جاءت لرؤية زوجها وشكرته على الرسائل التي لم تنقطع عنها. اندهش كريستيان وعلم أن سيران كان يبعث بالرسائل دون علمه، فارتاب لأمره خاصة بعد أن صادفه يبكي ذات مرة وهو يكتب إحدى رسائله، وعلم أنه واقع في حب روكسان هو الآخر، فيرسله إليها طالبا منها أن تختار إما بينه أو بين ابن عمها. ولا يلبث كريستيان أن يموت في ساحة الحرب بين أحضان زوجته بعد أن أصابته مدافع العدو إصابة قاتلة. ظلت هذه الحقيقة مخفية على روكسان لمدة 15 عاما كاملة، ترهبت خلالها بعد وفاة زوجها واختارت حياة الورع والتقوى، ولم تعرف حقيقة الرسائل وحب سيران لها إلا في آخر ساعات حياته بعدما أعد له بعض الصعاليك كمينا أصيب فيه إصابة الموت. ولم تنفع دموع روكسان في شيء بعد أن عرفت كل شيء، ومات أمامها الرجل الذي ضحى بسعادته من أجل سعادتها بين يديها كما مات زوجها من قبل. إذا أردتم معرفة تفاصيل حب سيران دي بورجاك إلى ابنة عمه روكسان، أنصحكم بقراءة رواية لأنها أعظم رواية رومانسية في تاريخ الأدب. والآن أترككم مع اقتباس من الرواية. Thank you.